Hi everyone, how are you today? We will do today an experiment about the speed of growing of five types of seeds and we will see what will happen in 30 days. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة تجربة سرعة الإنبات لخمس أنواع من البذور المختلفة في 30 يوم. هنسرع الفيديو علشان نشوف الترتيب بتاع الإنبات لكل نوع من أنواع البذور. نراكم مع الفيديو، نتمنى أن هو ينول على إعجابكم، ونراكم في فيديو آخر جديد مفيد، والسلام عليكم ورحمة. We'll be right back.